مرحبا. كوسة مع سباجيتي بالطريقة الإيطالية. هنا الكوسة بعد ما نظفتها مخشتها من فوق، وبعدين عندي هنا الحفار. الكوسة مرة ممتاز ومريح للعاملات والبنات، بسحبة واحدة على طول بيطلع لكم اللوك. هذا جان هدية قبل 10 سنوات، لكن تلاقونه بالمنتجات السورية. بعدين عندي هنا السباجيتي أكسره بالنص، وبعدين حشي جميع الكوسة، يصير الفتحة من الجهتين. وبقدر أحط الموية ونص ملعقة ملح وملعقتين زيت، خليه يطبخ ربع ساعة، بعدين حط عليه الصوص. هنا عندي الطماط اللي تم حفظه مع مكعب ماجي مع بهار البهارات الإيطالية وفليفلو، خليه ساعة إلا ربع يطبخ. وبكذا ما شاء الله تبارك الله، شايفين يطبخ على نار هادية، وتذوقونه مرة لذيذ الطعم، مرة ما شاء الله تبارك الله. غير كذا في ملاحظة، أنه بعد ما تفتحونه مع النص كذا تاكلونه بيكون ماسك، لكن الأطراف كله مرة مستوي، مرة لذيذ وما ينشبع منه ما شاء الله تبارك الله. علينا عليكم العافية، لا تنسوني من دعاكم.